تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية طبعا الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. لماذا أقامت أمريكا قاعدة عسكرية بجوار مفاعل ديمونة؟ العلاقات العسكرية بين أمريكا وإسرائيل قوية جدا، مش محتاجة إلى شرح ولا إلى تبيان، ودايما إسرائيل عندها راعي، عندها سبونسر باستمرار. كان في الأول الراعي البريطاني اللي أقام الدولة، بعد كده الراعي الفرنسي اللي عمل البرنامج النووي، بعد كده الراعي الأمريكي اللي بيعمل كل حاجة. يبقى إذن ثلاث رعاة كان وراء إسرائيل: الراعي البريطاني، ثم الراعي الفرنسي، ثم الراعي الأمريكي. العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مش محتاجة إلى شرح قد هي علاقات وثيقة وعميقة، والعلاقات العسكرية بين إسرائيل وأمريكا أيضا لا تحتاج إلى توضيح. لكن لأول مرة في قاعدة عسكرية أمريكية في إسرائيل في صحراء النقب بجوار مفاعل ديمونة، وطبعا ده سبب صدمة ودهشة في أوساط المحللين حول العالم. لماذا تقيم أمريكا الآن قاعدة عسكرية أمريكية في إسرائيل بجوار مفاعل ديمونة؟ إسرائيل بتروج أن السبب الرئيسي إيران، فبتقول أن إيران قربت من إسرائيل، وأنه الوضع في سوريا ودخول روسيا أدخلت إيران إلى جوار إسرائيل، وأن دلوقتي الحدود الإسرائيلية السورية بقت حدود إسرائيلية إيرانية، وإن في قواعد إيرانية على مقربة 20 أو 25 كيلو من إسرائيل، وإنه تنظيم داعش وهو بينتهي بيحل محله النفوذ الإيراني، وبالتالي ما بعد داعش يساوي إيران. في سوريا أصبح هناك نفوذ إيراني، إيران أصبحت تحيط بإسرائيل، صواريخ إيران التي تصل إلى 2000 كيلو خرم شهر يصل إلى إسرائيل حسب ترامب، وبناء على ذلك كله يبقى إسرائيل لازم تحتمي أكتر بالتحالف مع أمريكا. لذلك أقيمت القاعدة الأمريكية في إسرائيل. طبعا ده كلام إسرائيل، لكن هو كلام غير مقنع، لأنه إيران من سنة 79 من وقت ما جه الخميني إلى الآن بتهاجم إسرائيل، لكن ما فيش رصاصة واحدة اتجهت لإسرائيل، وكل معارك إيران في العالم العربي. الأمر الثاني إن إسرائيل بتستغل هذا الأمر علشان تقوي من الجيش الإسرائيلي. أخذت اليومين دول طيارتين F-35 من صفقة 50 طائرة شبح F-35. عندها دلوقتي رادار مثبت في القاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة يقدر يواجه أي صواريخ باليستية. آخر مناورة عسكرية مشتركة إسرائيل وأمريكا هي الأقوى منذ 20 سنة، وهي كانت موجهة لجميع دول الجوار بما فيها مصر، وبالتالي إسرائيل بتتلكك وتتحجج فقط بإيران، إنما الموضوع مش إيران اللي احنا ما شفناش منها أي هجوم على إسرائيل منذ قيام الثورة الإيرانية. إسرائيل بتستثمر الظرف الإقليمي الذي أدى إلى تخريب عواصم ومدن عربية وإسلامية، بتستثمر تدهور وربما انهيار النظام الإقليمي العربي في أن هي تاخد المزيد من السلاح وتعمل الكثير من المناورات وتاخد مزايا استراتيجية أمريكية، ثم قاعدة أمريكية جديدة في إسرائيل. القاعدة الأمريكية العسكرية في إسرائيل تدعو للقلق، وإسرائيل تتحجج بإيران لكنها تستهدف الجميع. منطقتنا في خطر. نهاية العالم التي لم تحدث. لو حضراتكم تابعتوا السوشيال ميديا أو تابعتوا كل الصحف والمواقع بتتكلم إنه يوم 23 سبتمبر اللي هو فات كان يوم القيامة أو نهاية العالم، والبعض بدأ ينقل من علماء، والبعض يقول ده أستاذ في كذا، ده بروفيسور في المكان الفلاني، وانتشر اسم عالم اسمه ديفيد ميد ده اتكلم وقال إن يوم القيامة أو نهاية العالم هو يوم 23 سبتمبر، وقال إن في كوكب هو كوكب سري، كوكب محدش بيشوفه، وهذا الكوكب إكس هيقترب من الأرض ويدمر كوكب الأرض.
وعمل حسابات من التوراة والإنجيل ومن الأهرامات ومن تاريخ شعوب أخرى، وبناء على هذه الحسابات كلها اتقال إن الأعاصير اللي حصلت وإن الزلازل اللي حصلت كل دي مقدمة لنهاية العالم 23 سبتمبر 2017، وإن مفيش حد هيشوف صباح يوم 24 سبتمبر 2017. عدى 23 وعدى 24 وعدى 25، مفيش أي حاجة حصلت من هذه التكهنات، لا الكلام الفارغ اللي قاله ديفيد ميد ولا كل الكلام الفارغ اللي اتقال في وسائل الإعلام ومواقع التواصل. دي مش أول مرة، كتير جدا بيحصل ده. سنة 2000 موضوع الصفر، واحنا ننتقل من 1999 إلى عام 2000، يتقال موضوع الصفر ده هيؤدي إلى انفجارات في المفاعلات النووية ونهاية الكوكب، وما حصلش حاجة. 2012 اتقال برضو إن في كوكب، هذا الكوكب طبقا لحسابات حضارة المايا اللي كانت موجودة في المكسيك وموجودة في أمريكا الوسطى وحكمت 5000 سنة هناك، طبقا لعقيدة المايا هيكون نهاية العالم 2012، والكل كان بيقول ده كلام مؤكد وعمر المايا دول ما غلطوا وكل توقعاتهم مظبوطة، كل نبوءاتهم دقيقة، كل ده كلام فارغ في كلام فارغ وما حصلش حاجة في 2012. 2016 يوليو، بعض العلماء برضو المفكرين قالوا نهاية العالم يوليو 2016، وإن الرئيس باراك أوباما هو المسيح الدجال، وكتب أكتر من شخص في وصف إزاي إن أوباما هو المسيح الدجال لهذا العصر، وإن يوليو 2016 نهاية العالم. لكن طبعا كل ده كلام غير صحيح، وآخر هذا الكلام غير الصحيح ما تم ترويجه إن 23 سبتمبر 2017 نهاية العالم. لكن قبل 23 سبتمبر بشوية في مدينة جورجيا الأمريكية كان في سحابة شكلها مروعة، خطوط تهبط إلى الأرض، ده خلى البعض يعتقد بصحة النبوءة، وهنشوف بعد قليل الفيديو اللي بثته سي إن إن حول هذه السحابة. كمان كان في الأعاصير اللي شفناها في المحيط الأطلنطي وفي جزر المحيط الأطلسي وأيضا في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وكان في قبل كده القمر الدموي اللي هو اللون الدموي للقمر، وإن ده طبقا للبعض في تفسير غير صحيح، تفسير غير دقيق، إنما البعض اعتمدوا إنه بناء عليه نهاية العالم هتكون 23 سبتمبر، هو تفسير لما جاء في الكتاب المقدس، البحر سيثور وعلى الأرض سيحتار الناس وييأسون، الشمس سيغطيها الظلام والقمر سيصبح أحمر كالدم قبل أن يأتي يوم الرب. هذا النص في الكتاب المقدس تم تفسيره على نحو خاطئ أنه يوم 23 سبتمبر بعد هذه الأعاصير والقمر الدموي وهذه الزلازل وهذه السحب الهابطة إلى كوكب الأرض، أن ده يوم القيامة أو يوم الرب أو نهاية العالم في 23 سبتمبر. وطبعا في إشارة لحضارتنا القديمة وإشارة الأهرامات، ودايما الأهرامات بتتزق في أي حاجة متعلقة بنهاية العالم. طبعا هذا التفكير الخرافي لا أساس له، لأنه لا يعلم يوم القيامة إلا الله، وكل الناس اللي بتقول إن في كوكب سري، مش حاجة اسمها كوكب سري، وكالة ناسا قالت إنها بترصد أي كوكب، مش حاجة اسمها كوكب سري، كوكب غامض، كوكب ما احناش شايفينه هيجي فجأة. العلم دلوقتي عنده سيطرة كبيرة جدا وعنده اطلاع كبير جدا يرصد أي جرم سماوي يقترب من كوكب الأرض. إنما هذه الإشاعات اللي خدت منحى التفسير العلمي واللي البعض كان بيروجوا ويصدقوا بيؤثر أحيانا على اقتصاديات الناس. يعني حصل في آسيا قبل كده الناس باعت ممتلكاتها وعربياتها بأموال زهيدة جدا زهيدة جدا، واحد على 100 من ثمنها، 5% من ثمنها، لأن خلاص القيامة قامت بعد بكرة، فقدامك 48 ساعة، فلا البيت ليه معنى ولا العربية لها معنى، وباعوا كل الحاجات دي وراحوا قعدوا في أديرة أو في أماكن ذات طابع روحاني أو قعدوا على الشواطئ في انتظار يوم القيامة. كتير من البلهاء عملوا كده حول العالم، وخسائر اقتصادية كتيرة جدا حصلت حول العالم. إنما الدرس الرئيسي من يوم 23 سبتمبر 70 إن كل ده كلام فارغ، وأنه لا يعلم يوم القيامة إلا الله، وإنه لازم نثق في العلم
لما يقول ان مفيش جرم سماوي يتجه وانه مفيش صحه لوجود كوكب سري او كوكب اكس كما يروج البعض. النازيون الجدد اعداء للاسلام وليس لليهود. انتخابات الالمانيه النهارده، نتائج الانتخابات الالمانيه نفس الائتلاف المحافظ فاز في الانتخابات، الزعيمه ميركل زعيمه لالمانيا للمره الرابعه بعد نجاح الائتلاف. لكن في بعض الملاحظات الأساسية على الانتخابات النهاردة، إن الائتلاف المحافظ ده اللي بيتشكل من حزبين، حزب الديمقراطي المسيحي، حزب الاتحاد المسيحي، الحزبين دول الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي خدوا نسبة هي الأقل منذ الحرب العالمية الثانية. إذا الائتلاف المحافظ ده حصل له درجة من الهبوط غير مسبوقة، وإن مكن السيدة ميركل من تشكيل الحكومة. الملاحظة الثانية، صعود بقى حزب ثالث داخل البرلمان، هو حزب البديل من أجل ألمانيا الاي اف دي. الحزب ده حزب نازي، فالأول مرة النازيين داخل برلمان ألمانيا النهاردة، لأول مرة النازيين منذ الحرب العالمية الثانية يرجعوا إلى البرلمان الألماني أو يدخلوا البرلمان الألماني. شكل عشان نفتكر بيه الخريطة الحزبية والسياسية في ألمانيا، عندنا الائتلاف اللي فاز بنسميه الائتلاف المحافظ، هو بتشكل من حزبين، ده اللي هيحكم ألمانيا، اللي هو الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي، فدول حزبين محافظين، هم دول اللي فازوا في الانتخابات الألمانية وهم دول اللي هيشكلوا الحكومة الألمانية. تاني حاجة بعدهم أو تالت حاجة بعدهم البديل. يبقى عندنا لو قلنا أنسب الرسم يكون كده، هنا الديمقراطي المسيحي، هنا الديمقراطي اهوت، بعديه الحزب اللي بعديه في الترتيب الاتحاد المسيحي، أدي الاتحاد، التالت هو البديل، وبعدين هنا اليسار زائد الخضر. الخضر دول كانوا موجودين في الحكومة قبل كده، الخضر دول تراجعوا جدا حتى لو دخل الحكومة، بس قصدي تراجعوا. الجديد بقى ايه؟ انه حزب البديل ده حزب نازي. ادي الحزب الثالث في البرلمان اهو، عندك كده ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. تلاتة حزب البديل ده حزب نازي. أول مرة الحزب النازي يدخل البرلمان وداخل بمقاعد كبيرة، واخد 13% من الأصوات. الاتنين دول هو الائتلاف المحافظ اللي هو الديمقراطي المسيحي الاتحاد المسيحي، اللي هو بزعامة السيدة ميركل، هي زعيمة هذا الائتلاف المحافظ. يبقى إذن الجديد إن الائتلاف ده أول مرة ينزل إلى هذه الدرجة منذ الحرب العالمية الثانية، وإن استمر هو أكبر تكتل موجود في البرلمان. صعود النازيين ودخول النازيين البرلمان لأول مرة، وبعدين اليسار والخضر بقوا في المستوى الرابع. طبعا كده الخريطة بقت صعبة في ألمانيا، وكده النازيين اللي هم بدأوا بيقولوا دول 2013 بدأوا، تخيل حزب بدأ 2013، يبقى دلوقتي 2017 رقم 3 في البرلمان. لو كمل حزب البديل صعوده على هذا النحو، ده معناه ان في خطر على الامن الايديولوجي والامن الفكري في المانيا. حزب البديل بدا ضد الاتحاد الاوروبي، لكن دلوقتي بقى ضد المسلمين، بيقول ان الاسلام دين ارهاب، مش ان في ارهابيين من داخل المسلمين، لا، ان الاسلام نفسه هو دين ارهابي، وان الاسلام ليس جزءا من المانيا، وان الاسلام ليس دين السلام، وإنما دين عنف وإرهاب وقتل ودم. دي عقيدة حزب البديل لأجل ألمانيا لإيه في دي، اللي خد النهاردة الترتيب الثالث ودخل النازيون لأول مرة البرلمان الألماني. بقت التركيبة صعبة، سيدة ميركل بتقول إنه كانت تتوقع إن يكون نتيجة أحسن، لكن ده اللي حصل، وبتقول إن هي هتشوف الناخبين اللي انتخبوا حزب البديل علشان تحاول تستقطبهم فيما بعد. إنما في كتير من المثقفين النهاردة انزعاج شديد جدا، مظاهرات في ألمانيا، إزاي النازيين يدخلوا البرلمان في ألمانيا،
2017 لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. كده بقت التركيبة في ألمانيا صعبة، إنما لحسن حظ ألمانيا إن في زعيمة قوية خريجة علوم درست الكيمياء والفيزياء والدكتوراه أيضا في الفيزياء الكيميائية، وهي سيدة قديرة تولت إدارة البلاد. وصلت بألمانيا إلى مستوى غير مسبوق من القوة الاقتصادية ومن المكانة، وبالتالي بقاء عنصر الزعامة وبقاء السيدة ميركل للمرة الرابعة زعيمة لألمانيا إدى ضمانات وثقة رغم صعود حزب البديل ودخول النازيين لأول مرة إلى داخل البرلمان الألماني. لتوضيح هذا الشرح بعض الفيديوهات، الفيديو الأول من روسيا اليوم عن الانتخابات الألمانية وأبرز المشاهد فيها. النازيين الجدد في ألمانيا اللي هم في حزب البديل لأجل ألمانيا لإيفدي عملوا في برنامجهم تصويت على أن الإسلام عدو والإسلام ليس جزءا من ألمانيا ولا أوروبا. في كمان في ألمانيا حركة بيجيدا، هي أيضا حركة عنصرية معادية للإسلام، كل شوية بتعمل مظاهرة بيكون فيها آلاف معادين للإسلام، نفس فكر النازيين الجدد حزب البديل أن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا ولا أوروبا. ده كان تقرير محطة يورو نيوز. محطة روسيا اليوم رصدت أيضا مظاهرات بقى أخلاقية مضادة لهؤلاء العنصريين المتطرفين اللي بيقولوا إن الإسلام ليس جزء من ألمانيا. هذه المظاهرات بتقول التسامح والإسلام جزء من ألمانيا، وزي ما ميركل كانت في مقدمة المتظاهرين. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.